لما يأتي النهي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وقد ورد أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقدم الكلام عليه أنه ما كان يصوم أكثر شهر ما كان يستكمل شهرا كما عائشة رضي الله عنها ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان هو كان أكثر ما يصوم في شعبان كان يصومه كله وقلنا أن معنى كله تطلق يطلق يريد بها الأكثر والمعظم الأكثر والمعظم حتى لا يتعرض مع قولها رضي الله عنها انه ما استكمل صيام شهر الا رمضان. فمعنى ذلك فمعنى ذلك ان انه صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان قبل النصف وبعد النصف، اليس كذلك؟ لانه ما ما دام انه كان يصومه كله او يصومه جله جل رمضان فمعنى ذلك انه لا لا يصح هذا النهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبطل هذا النهي يدل على على ان هذا النهي ليس ثابتا